تم تسجيل اليوم حالة مؤكدة، وتتعلق هذه الحالة يتعلق الأمر بمواطن إيطالي. هما كانوا اثنين، وواحد من هذو الاثنين كانت عنده أعراض تشبه الأعراض هذا المرض. لا يزال فيروس كورونا وامتداده إلى دول العالم يشغل البشرية، إلا أن حلوله ضيفا على الجزائر لم يمنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجزائريين من اللجوء إلى الدعابة ونشر صور ساخرة حول ظهور هذا الفيروس القاتل لأول مرة في الجزائر. الصور التي تداولها الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي منذ البارحة صبت مجملها في استحالة انتشار كورونا في الجزائر، نظرا للتعامل التقليدي مع المرض المعروف في المجتمع الجزائري. وأظهرت هذه الفحوصات لأن واحد من الإيطاليين مصاب بهذا المرض، فكل إجراءات اتخذت للتكفل الطبي بهذا المواطن طبقا للمقاييس والقواعد المعمول بها في هذا المجال في كل العالم، وتم عزله بالطبع وهو تحت بالطبع المراقبة الطبية. هل يعقل أن يعيش الجزائري على أوتار الخوف والفزع؟ طبعا لا، وهو يستهزئ بالفيروس الذي قتل أكثر من 2000 شخص. ها هو الشعب الجزائري يثبت مرة أخرى أنه فريد من نوعه، وهو يضع الكمامات الطبية في وضعية ساخرة، يتنبأ بمشكل ندرتها وغلاء سعرها، حتى أن البعض راح يطالب باسترجاعها من الصين نظرا للاستهلاك الواسع في قادم الأيام.